الفنان فيصل عزيزي يفجرها. ممثلات تعرضن للاستغلال الجنسي من أجل ضمان فرصة عمل، وأنا واحد منهم. تصريحات خطيرة وصادمة جدا، تلك التي أدلى بها الفنان المثير للجدل فيصل عزيزي خلال استضافته من قبل زميله الفنان الساخر مراد العشابي عبر برنامجه الجديد عيادة المشاهير، حيث تحدث عزيزي وبكل جرأة عن جوانب مختلفة من المسكوت عنه في مجال الفن والتمثيل، في إشارة إلى الاستغلال الجنسي مقابل العمل. وأكد عزيزي أيضا أن ظاهرة الجنس مقابل العمل باتت في تزايد مستمر بهذا القطاع، مشيرا إلى أن عددا مهما من الفنانين والفنانات تعرضوا للاستغلال الجنسي، قبل أن يؤكد أن هناك من يستغل سلطته أو مركزه من أجل الضغط على الفنانات أو إغرائهن بوعود وعروض قصد استغلالهن جنسيا. وهذا الأمر معروف جدا عند كل المنتسبين للقطاع الفني عموما والتمثيل على وجه التحديد. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.